اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحبوا بكم اجمل الترحيب واتمنى لكم يوما ونهارا سعيدا. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس عبر زاغروس. يمكن لانه تواجدنا الميدان شويه يخلينا على تواصل مباشر مع الناس، وارقام تليفوناتنا موجوده عند بعض الناس وبامكانهم الاتصال والتواصل ويانا، لذلك انه بصراحه هواي توصلنا موضوع التظاهرات. موضوع التظاهرات اصبح واحد من الوسائل الضغط على الحكومه، واحد من الوسائل اللي يلجا لها المطالب بالحق انه ما عنده غير انه يتظاهر، يجمع يسوي تبليغ جماعته ويجمعهم ويتظاهر، يتظاهر في امام بوابه الوزاره اذا كانت وزاره الصحه او وزارات اخرى. اليوم احنا امام وزاره الصحه، واحده من الوزارات اللي قدمت خدمه للناس في وقت اصبح المواطن يعاني من مشكله الفيروس وغيرها، وفتحت ابواب الوزاره وصار اكو تعامل بين الوزاره والمواطن في وقتها، ويعني صار اللي صار. الملاكات الاداريه اللي موجوده في الوزاره تعرفون، يمكن بلغوهم اكثر من مره بموضوعة انه عندهم حقوق ولهم بعض الحقوق اللي برايهم سلبت، وبرايهم انه ما تم اقرار القوانين بحقهم او من صالحهم، فالتجا انه يتظاهر. التظاهر حق مكفول كافل الدستور، ما بي مشكله، تظاهر سلمي، طريقه تعبير عن ارادتهم وعن مطالبهم بطرق سلميه بهذا الشكل. وجود الاخوه القوات الامنيه مشكورين لحمايتهم. زين، الموضوع اللي يعني بصراحه اللي سمعت انا قبل شويه، مخصصات ال 80%، واحده من الامور اللي سمعتها قبل شويه نادوا بيها مخصصاتهم، لانه جهودهم كانت مميزه. زين، فالتجاوا انه يتظاهروا يقولوا حقنا ما انطونا اياه، حقنا من الوزاره ما اخذنا، حقنا المشروع ما وفروا لنا اياه، فبالتالي انه التجاوا الى التظاهر. حياك الله حبيبي. شلون العام لنقابه اداريه وزاره الصحه؟ حياك الله، اهلا وسهلا بك. اهلا استاذ العزيز. الحقيقة اليوم هاي مظاهرتنا هي احتجاج على وزارة الصحة للمماطلة والتسويف في استحصال حقوق الملاكات الإدارية. احنا الملاكات الإدارية نقسم عدة أقسام تعمل ضمن مؤسسات وزارة الصحة. وزارة الصحة تتقاضى بدل عدوى الأقسام الأخرى، المهن الصحية 80، الأطباء 100 إلى 150، أطباء التخدير 250%، احنا الملاكات الاداريه يتقاضون 30%. اجينا اليوم صار لنا اكثر من عام نطالب بحقوقنا بمساواتنا مع بقيه المهن الصحيه، اسوه باقراننا اللي يعملون ويانا بنفس الاقسام. يعني انا اشتغل بغرفه واحده، يشتغل زميلي بصف ياخذ 80، الطبيب ياخذ 150 و100، وانا اخذ 30. نفس اللي يتعرض له هو تعرض له، مع العلم انا من عندي سايق الاسعاف، عامل الخدمة، أنا من عندي أيضا القصباصات، أول شهيد بجائحة كورونا من الإداريين. الإداريين انطوا عشرات الشهداء بجائحة كورونا. أنت تدري عندي أنا عمال يشتغلون ضمن دوائر مؤسسات وزارة الصحة لحد الآن بدون راتب، صار ثلاث سنوات يشتغل برتهات العزل الصحي بدون راتب. وين صار الوزارة؟ داخل وزارة الصحة. قرار 315 صار لهم 3 سنوات يشتغلون بردهات العزل بدون راتب بدون ولا فلس. ليش شلون يمشي وضعه؟ ما سالت الوزاره نفسها؟ ما قالت هذا سايق الاسعاف هذا ينقل مرضى كورونا وغيرهم واللي مات واللي اندعم واللي تعرضوا للخطوه؟ ما قالوا هاي المحرقه الطبيه؟ اليوم احنا المهن الصحيه كلها عندها مدربه على حمايه انفسها من الاوبئه والامراض. هذا ما عنده شهاده، هذا ما مدرب، هذا يشتغل بديه، يشتغل بديه، يشيل النفايات الطبيه بديه.
ليش تعطيه 30%؟ يعني فوق ضيمة فوق ظلمة. لذلك احنا اليوم جينا مظاهرة من كل المحافظات للمطالبة بحقوقنا، واحنا اليوم نقول لوزارة الصحة وزارتنا مع الأسف وزارة التمييز، لأن تميز بين موظفيها ذول الموظفين اللي بالبيت الواحد. نطالب السيد الوزير اليوم اجتماع مجلس الوزراء، نطالبه برفع معاناتنا إلى السيد رئيس الوزراء ورفع مخصصاتنا. أسعد كاظم خضير الأمين العام لنقابة إدارية. حياك الله أستاذ سعد، أنا أعطيتك المجال تسولف براحتك، ما قاطعتك. هسا أكو عدة نقاط لازم نسولف فيها. نعم. هسا أنت اليوم من طالع مظاهرة، القضية إيش قد صار لها؟ كم سنة؟ ثلاث سنوات. المظاهرة الأولى، الثانية، العاشرة، الخامسة. هاي المظاهرة الخامسة، ووعدتنا وزارة الصحة إنه أني كتبت كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء. كتبتها قبل شهر شهرين. انه يابا احنا مستعدين لصرف مخصصات خطوره للاداريين. من يقول هذا؟ الوزير الصحه رفع للامانه العامه لمجلس الوزراء. الامانه قالت هذا بجنبه ماليا، خاطب الماليه. الماليه قالت اني ذولا ما يتقاضون خطوره. بس احنا هذه القضيه الكتب بين هذه الوزارات الثلاث هي للمماطله والتسويف. قضيه ما تحتاج كل هذا، ما تحتاج. الوزير يقول لك قانونيه فلوس واني انطي. عندي فلوس، اعطيني قرار. انطيني قرار، قول ذولا يستحقون. الوزير رمى طوبه من جعبته الى جعبه رئيس الوزراء، واحنا نقول لرئيس الوزراء انت الاب للعراقيين، انت خطواتك الاخيره جيده. لذلك نقول يا ريت تلتفت لهذه الشريحه المعدمه اللي تخدم شعب وبلد باكمله. اليوم الصحه هي اساس وعمود الفقري للبلد. فحقيقه احنا من منبركم هذا نطالب وزاره الصحه ونطالب رئاسه الوزراء بفض هذا الموضوع اللي ما يحتاج هذا التعب. ما يحتاج هذا التعب أبداً، ما يحتاج. كون الوزير موافق، كون مجلس النواب وافق على زيادة مخصصات ضمن وزارة ميزانية وزارة الصحة خاصة بخطورة الإداريين وبكتاب رسمي. عندكم الكتب لو ما عندنا الكتب كلها، ورفعناها بإضباره إلى السيد رئيس الوزراء، وقلنا للاستاذ حميد الغزي هاي كتبنا، هذا كتاب اللجنه الماليه، كلها واصلين. ما خلينا باب ما طرقناه، اخي نداوم هنا. احنا تعبنا اجراءات روتينيه الغرض منها التسويف والمواطنه. الله يكون بالعون. الله يسلمك، رحم الله والديك. حقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، الوزاره ما عندها جديه حقيقه من صاف شريحه الاداريين، مع العلم ان هذه الشريحه التي تعتبرها الفئه الثالثه. سبحان الله، بلد ديمقراطي ينتقل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، يقسم موظفين في داخل الوزارة إلى ثلاث فئات. الأولى الصحية يعطيها 150، والطبية الثانية الصحية 100، الثالثة التمريضية يعطيهم 80، إلا فئة الإداريين يعطيهم 30% فقط. زين، هاي وزارة الصحة مثل ما تعرف جنابك، مثل جاي نسولف يا اخوي، سولف براحتك انا وياكم. هاي الفئة المظلومة حقيقة بها شهادات عليا، تحمل شهادات عليا، دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، معهد، قانونيين، محاسبين، مدققين، يعني الرقابة المالية كادرها اداري اللي شايل الدولة. تجي الوزارة الصحة مهانة مذلولة، والذلة هذا البرهان. أكو حكومة ذل ناسها؟ شنو هالثقافة اللي صارت بالعراق إلا تطلع مظاهرات ولا تدقك الشمس شوية حكيت صارت وسيلة إلا 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 مظاهرة؟ مو صارت ثقافة، مبدأ ثقافة صارت بالعراق، إذا ما تسوي هيجي أنت ما حد يسمع لك صوت. يعني هسه هاي وجوهنا، من يتحمل هاي أرواح هاي الناس الآلاف بهالزمن؟ تقول كورونا وعدم التجمعات ونصرف كذا مبالغ في سبيل التباعد الاجتماعي، ليش ما تهتم لها؟ زين، من البصرة من الفاو البصرة لصلاح الدين، هاي الناس من يهتم لها؟ ومنو إذا صار عليها شيء هسه هاي خطورة الطريق غيرها حرارة الجو؟ الحلول وين الانصاف؟ خلينا نسولف. نعم نعم، احنا المشاكل نسولف فيها، نسولف الحلول حتى تصير واقعيه. يعني القضيه عندكم حلول مناقشينها بيناتكم لو ماكو حلول مسدوده لو بيها شويه؟ يعني احنا اكو تسويف حقيقه، اكو تسويف
من وزارة الصحة. اليوم صار لنا 3 سنوات تقريبا احنا مظاهرات ومطالبات رسمية، كل ما نجي لهنا يساعدونا نتفاوض انتانونا هذا الشهر ذاك الشهر. سوينا بعد ما ملينا من هاي الحقيقة. اليوم نقابة الإداريين واحدهم يعادل نائب كمعلومات، قمنا نعرف المعلومات، نعرف الآن شنو اللي صار. دقيقة راجع لك، هذا رئيس النقابة. هذا نقيب الإداريين يتم الاعتداء عليه. يا ريت تصور. وين الديمقراطية؟ وين الديمقراطية؟ المفروض الوزير يسمعه وما يصير هيك يتعاملون ويا الكوادر الإدارية. الكوادر الإدارية بتماس ويا المريض، ويعني يعني موظف. هذا سوالف لك. سوينا سوينا مربو العالم. شوف باوع عزيزي، عزيزي باوع مو من حقه. احنا ما نريد، احنا ما نريد تخرج عن سلميتها، لكن بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني ما مقبول. الان الصوره للاسف الحراميه ضربت صاحبنا. ذول حراميه سراق. هذا وزير الحراميه، هذا الوزير الحرام السراق. تعال شوفوا، مع كل اسف، مع كل اسف ولكم، مع كل اسف على الوزير اللي يصير بابنائك هيك وقت تضربنا وقت هيك يصير. مع كل اسف، قسما قسما بالله. شنو اللي صار؟ يعني قوات الشغب يحتدون علينا؟ شنو اللي صار؟ احكي لنا بالتفصيل. يعني قناه الشغب من اجل حقوقنا، من اجل هذه تجي تضربني؟ قسما بالله، قسما الايد اللي مدت اقصها امن على الوالد. قلتكم هي هاي دولتكم، هي هاي الدوله اليوم اللي تمثلنا من جبان، اللي هاي الدوله تمثله اليوم. وقت تعتدي على الناس وتضربها، مخلي مكافحات الشغب هنا. يعني اليوم الناس والوزير قاعد جوه، هذه قسما بالله اللي يرجع بس الجبان، والما ياخذ حقه بس الجبان. هذا دماثق شرف، هذا دماثق شرف، هذا دماثق شرف. هيهات منا الذله، 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 هيهات. احنا شريحه مثقفه جايين نداعب حقنا، جايين نداعب مخصصاتنا. احنا واحد مكمل للثاني، احنا وزاره الصحه، احنا مظلومين. تميز الاطباء نخليهم اداريين، والاداريين يكربون عليهم، والاطباء مخدمينهم. استاذي اشرح لك اياها، خل اخدمك. احنا مظلومين من ضمن الوزاره كلها. الممرض مستفاد، يقدر يشتغل بمستشفيات اهليه، الصيدلاني كذلك، طبيب الاسنان كذلك. الاداري مظلوم، مظلوم مظلوم. قانون يحمي، هذا القانون، هذا القانون، هذا القانون. النقيب ما يجد مرحوم دمه. الوزاره دسها اطباء، دسها اطباء، نخليهم بالاداره بمكانهم يشتغلون، ويعطي خطوره مالتنا. الله يساعدك، الله يساعدك، الله يساعدك. احنا مشكورين نعدكم على واجبكم. تدري انت هسه النسوان انضربن، جايات نسوان ينضربن. وين السيد مقتدر؟ وين القيادة؟ وين الرئيس؟ وين؟ مرة تنضرب داعب حقه؟ هسه ضربوني المرة. ليش؟ ليش؟ وين السيد مقتدر؟ دخلي على جدك؟ انصفنا؟ ما يصير. كافي عاد، كافي 30. أنا سايق، أنا سايق، أنقل نفايات، أنقل مسحات، أنقل مرضى، أنقل الدنيا كلها. 30 يطوني، احنا أقل شريحة. أنا راتب 480. خلي يسمعون، وتالي ما تالي نجي من الظاهر يضربونه، يضربون النساء. الله يقبل. وين الغيرة؟ ما أكو غيرة عربية، أكو غيرة إسلامية. وين الإسلام؟ كلها راحت، كلها تجردت. وينكم الوزير أكبر؟ وينهم حرام؟ هذا وين رئيس وزراء؟ الوزير حقوق الإنسان وين؟ مرة تنضرب نقيب الإداريين بالعراق ينضرب يطلع دمه. وين صايرة هاي؟ احنا جايين نداعب حقنا. لا خلفة الله على واحد، احنا ما رايدين واحد، احنا رايدين حقنا، جايين نداعب حقوقنا. حقنا ناخذه بالغصب، غصبا عليهم ناخذ حقنا. يا اما نسوي اضراب،
النقيب مالتنا يطلع دمه، وين صايره هاي؟ مره الداعب حقه تنضرب، مره تنضرب، ما يصير هيك. ما توصل المفروض. الشريحه مثقفين كلها خريجين جايين نداعب حقوقنا. اخي انا جاي اطالب حقي. المفروض انا جاي اطالب حقي. خلينا نفتح طريق للعالم، خلينا نفتح طريق. اطالب حقي انضرب ليش؟ شنو ذنبي؟ انا داعشي، انا مجرم، انا ميليشيات، انا انسان موظف في وزاره الصحه، جاي اطالب حقوقي اللي ضمنها البرلمان في موازنه وزاره الصحه. اتعرض للضرب والاهانه، انا احمل وزير الصحه ومسؤول هذا القاطع هذه الضرب مالتي والتعدى عليه، احمل وزير الصحه اللي ما تعرض عليه من اهانه وضرب، والقوات الامنيه هي تتحمل، المفروض تكون جنبا الى جنب، لان احنا مو دواعش ولا ميليشيات، احنا ناس موظفين في هذه الدائره، وهذه هي دائرتنا، هذه هي بنايتنا، هذه هي مرجعيتنا، نحن نطالب بحقوقنا، نتعرض للضرب، نتعرض للإهانة، لأننا طالبنا بإلغاء التمييز الموظف الصحي جنبا إلى جنب معي أنا الإداري في غرفة واحدة في دائرة واحدة، يتميز علي بالتخصيصات وأنا أقل منه، وين هذا؟ إحنا العراق اليوم لازم نلغي التميز، نلغي التهميش. ليش التهميش بوزارة الصحة؟ ليش التمييز بوزارة الصحة؟ وزارة وأسوأ من هذا. المبلغ مخصص أخي، المبلغ مخصص، إضافة المبلغ وبكتاب من السيد ميثم الجبوري رئيس اللجنة المالية، إضافة وخاطبهم بكتاب، نريد نتابع هذا المبلغ 205 مليار دولار وين راحن؟ وين راحن؟ ضافوين إنك مخصص إداريين مساواة بإخواننا الكوادر الصحية. ما سمعت طلباتكم إيش قد تريدوا؟ هذا المبلغ مساواة أسوة بإخواننا ذوي المهن الصحية. يأخذون 80%، إحنا 30%، نريد 50% حتى نكون مساوين، ما نريد أكثر، مساواة، نريد مساواة. إحنا بدائرة واحدة. إحنا بدائرة واحدة. خدمتي أنا 20 سنة. إيش قد راتبك الحالي؟ أنا راتبي 600,000 دينار. خدمتي 20 سنة. إن الله وإن الله. وتعرض للضرب والإهانة في باب وزارة الصحة، أحمل وزير الصحة وأحمل مسؤول القاطع مسؤولية ما تعرضت إليه من الإهانة والضرب. الله يكون بالعون حبيبي، حياك حياك، وياكم وياكم أنا حبيبي. بالبداية نشكر قناتكم اللي تواجدها هنا لتغطية الحدث. بدون شكر هذا واجبنا، غصب واجبكم، رحم الله والديكم. وأنتم شفتوا بعيونكم هسه شلون المتظاهرين جايين يضربون من قبل اخواننا. ما كنا نتمنى توصل هيك مرحله. احنا ما طلب ما مدينا لا ايد عليهم، احنا ما مدينا ايد، مجرد طالبنا بحقنا، والمطالبه بالحقوق هي مشروعه، لكن منو اللي يسمع صوتنا؟ ناس ما جاي تسمع صوتنا. سنه نطالب نقول يابا مرض كورونا، فيروس كورونا، ما يميز الطبيب عن المعين، ولا يميز كاتب التذاكر عن الممرض. انت ليش احنا بمعركه وبساتر واحد؟ انت ليش تميز فلان عن فلان؟ وزارة الطباء، الطبيب يعطونا 150، الممرضين يعطونهم 100%، احنا يعطونا 30%. يا اخي لو داوم بالقلعة انا بالزراعة مع حصل زيت بطورتك، ليش انا مو وياك؟ ليش؟ صار لي سنة بيهم سايق الاسعاف وبيهم بعد شنو؟ انا كل سايق الاسعاف، كاتب التذاكر، المعين اللي جوا جوا المريض، اللي ينظف له جوا داخل العمليات، البواب مالت الطبيب، الكادر الموارد البشرية، الكادر الإداري، حتى الكادر الإداري يمر للمرض عن خلال الطبلة وعن ممارسة الوصل مال. فهي كلها معركة، كلها معركة، لكن هناك ذلونا الجماعة، ذلونا الجماعة، صار لنا سنة كاملة نداعي، صارنا سنة كاملة نداعي، وما نداعي الطونة، لا، وإنما ما نقول الطونة، ما نقول الطونة، وإنما أكو فلوس انخصت وانقالت لك يا فلان هاي فلوس الجماعة، ليش ما تطين؟ يردون السنة تنتهي، يردون السنة تنتهي، بعد اليوم الشهر 8، 9، 10 انتهى الموضوع، خذ راحتك. يقول لك ليش 250 مليار ذنب بس؟ رسالة للسيد السيستاني، ورسالة للشخص الغيور اللي بالعراق سيد مقتدى، خلي يفزعونا، غير هاي السالفه ماكو. يجون شوف اريد فزعتكم، ما واسطتكم، احنا المبلغ لو ما متخصص، يجوز ما نطلع، بس المبلغ خصصوه، المبلغ تخصص من مجلس النواب. منو يقول تخصص بكتب رسميه؟ كتب رسميه، وعد هيثم الجبوري رئيس اللجنه الماليه، هيثم الجبوري وكل الموافقات حاص. حميد الغزي المعترض اللي هو من التيار الصدري، حسب نقيب الاداريين مالنا، يقول حميد الغزي اللي هو تابع الكتلة الاصلاح ما يرضى يمشيها،
بس هاي الفرادات الله يساعدك. سلامنا حياكم الله. حياك الله. قبل الله حياك. الله يكون بالعون. الله يسلمك. حياك الله والديك. المطالب الا بالمظاهرات. بس اريد اوجه رساله للسيد رئيس مجلس الوزراء. اريد اقول له احنا بدوله، لو بدوله ميليشيات ودوله عصابات يعني النقيب الاداريين انضرب يعني، بس بدي اعرف وينها. اوجه رسالتي للسيد مقتدى، اقول له يا سيد مقتدى انت دعيت الاصلاح واحنا طالعين للاصلاح، داعين نريد نساوي حقوقنا، باقي الوزاره باقي الموظفين رايدين الخطوه، ما رايدين 100% هسه رايدين 80%. ليش الحيف هذا؟ ليش الظلم هذا بوزاره بوحده؟ انتم جاي عليكم الوضع مال المالي والقضيه اقتصاد البلد متراجع وقضيه الموضوع السياسي ماخذ جانب، انتم حاسين بيها يعني مطالبكم انيه حاليه مطلوبه وبعد المبلغ مال الاداريين متضمن بوزاره الصحه، ليش يعني؟ بس نريد نعرف هذا المبلغ وين راح؟ يعني الفساد وصل الى هاي المرحله، كافي فساد، كافي. الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. حياك الله. شلونك؟ حياك الله. انا سمعت ابو حسابات لا ما يخالف، ماكو فرق، هي القضيه صايره وحده. قضيتنا احنا ناخذ خطوره 30%، وعندنا قراننا اللي ويانا تمريضيين والاطباء، التمريضيين ياخذون 80% والاطباء ياخذون 100%، وبعضهم التقديرين ياخذون 150%. حتى تكون خلينا نوقف عند هاي النقطه، خلينا نصير من جانبهم. انا هسه هم بدراستهم وبتعبهم ووصولهم للمرحله وشهادتهم، خلنا خدمك هاي الخصوص. لا بس خلنا خدمك، احنا العمل واحد، وثانيا هو جاي يعطونا على الشهاده، مثلا البكالوريوس 45، الدبلوم 35، الاعداديه 25، محسوبه، فهو الشهاده ماخذها. بقت الخطوره احنا المريض اللي مصاب كورونا اول ما يجي يمر بالاداري قاطع التذاكر، وين يجي؟ اول ما يكح بوجه قاطع التذاكر، عنده قاطع التذاكر، بعدين عدنا الملاحظ، يلا النوب يوصل للطبيب، الطبيب يعالج يعني اخر شيء. فاحنا جايين نطالب على 30% نصير حالنا حال التمريضيه 80%، اجينا نطالب مطالبه سلميه، بس تفاجئنا تم الاعتداء على نقيب الاداريين وفشخه براسه يعني، والرجال دم هذا روحوا صوروه، فهاي يعني تفاجئنا، واحنا حقوقنا يم وزير الصحه، لان وزير الصحه كل الامور يمه، احنا فلوسنا انقرت ضمن الموازنة، انقرت 240 مليار أو أزيد أو أقل انقرت، بس بعدين صار تلاعب بين المالية وبين وزارة الصحة، كتابنا وكتابكم، إلى أن تفاجأنا بالغها، وخاصة حميد الغزي يعني يكون مسؤول، يعني حميد الغزي والإخوان بالتيار الصدري راجعناهم، التيار الصدري كلهم راجعناهم، حتى للحنانة رحنا، لأن هم وزارة الصحة تابعة للتيار الصدري، وطوني عهود وقالوا يابا راح نقرها لكم، بعدين تفاجئنا هسه اليوم قالوا ماكو. فاحنا جينا نطالب حقوقنا بسلميه، لكن تم الاعتداء علينا من قبل الشرطه والجيش. احنا اتمنى تكون سلميه. احنا والله سلميه. وبعدين الحقوق لازم يصير. الا نسوي دماغ. احنا ما المفروض ما توصل هيك شيء، ما توصلها اليوم. ما توصلها. نوصلها. لان هم مو اجل احنا لا بصالحكم ولا بصالحنا ولا بصالح. قضية تصير لا سلمية اخوي، انا ب 100 التذاكر طقتني كورونا وطلعت مني، وصاحبي وياه توفى، طقته وتوفى، وراتبه 300، وهسه رئيس الوزراء يقول شنو دورهم هذول الاداريين؟ شلون شنو دورنا؟ احنا دورنا من اول باب لاخر باب. للدكتور دكتور رئيس الوزراء يسولف هيك، سولف حكى، سمعنا حكى حكى، سولف لو ما سولف لو احنا ما سولف. احنا كاداريين نريد مساواه ويا اخوتنا الصحه، احنا خندق واحد جاي نحارب هالوباء هذا، خندق واحد. اي يعني انا ابدي لك اياها من التسلسل، انت اول ما تدخل للمستشفى وين راح تروح؟ الف رحمه لوالديك، قاطع التذاكر راح تخليه انت حلق بحلق وياه من الشباك، راح تكتب له من هو هذا قاطع التذاكر، بس ابكي اداري لو مو اداري، بس خلنا خدمك اداري لو لا، انطاك الباص رحت الواقف بالباب، باب الدكتور من هو؟ فراش خدمي، عامل خدم اداري لو مو اداري، ها صحيح لو لا؟ دخلك للدكتور، طلعت انت سوالك دخوليه، رحت تكمل طبله، من هو بالطبله؟ الاداري صحيح لو لا؟ بالاحصاء الاداري ابو الطبله كملك الطبله، انت مريض وديتها رحت، دخلت للردها، من ينظف لك الردها؟ عامل الخدمه. اداري لو مو اداري صح لو لا؟ زين منو ينقل بطل الاكسجين ينقله للردهات الوبائيه؟ منو ينقله؟ اداري لو مو اداري؟ صحيح لو لا؟ صح لو لا؟ السائق اللي ينقل المريض شنو هو؟ اداري لو مو اداري؟ صحيح لو لا؟
يا اخي احنا ينظف صالات العمليات الولاده، ينظف صالات العمليات، ينظف الولاده، ينظف الردهات، ينظف هذا اداري لو مو اداري. اللي يسوي لك ينظم لك شهاده الوفاء من يموت عندك بشر، وينظف لك شهاده الوفاء، وهو الباباء ماكرونه ماكرونه وغيره هذا، منو هذا؟ اداري لو مو اداري؟ صحيح لو لا؟ يا اخي انت مرتبط كلها بالاداريين، انت شغلك كله ويا اداريين وكادر صحه، واحنا اسره واحده، وانت كاب لنا يا وزير الصحه، كاب لنا غير تنظر لنا نظره الابوه الاخوه. يا اخي ما داقين باب الف مره، مو مره واحده، الاف المرات دقينا بابه، ودقينا باب رئاسه الوزراء، ودقينا باب مجلس النواب، ودقينا باب وزاره الماليه، ودقينا باب كلها، واحد يذبها على الثاني، واحد يذبها على الثاني. ليش يا اخي؟ يا اخي ليش تصير شغله النوب ما تحسن عقباها؟ يعني ليش هسه هذا واحد انضرب بدمه، هذا انضرب هيك؟ هذول اخوتنا، احنا الامنيين اخوتنا مو غير، هم صاحبين عوائل واخواننا ولدنا ويانا، واحنا هم صاحبين عوائل وجايين محافظات، الناس جايه محافظات وتعبانه، وجايه الناصريه بصره عماره، تريد طالب حق يا اخي صاحب عائله انا، يعني انا من اخذ 15 16 17 سنه اخذ لي 500,000 400,000، وين ودين في الوقت هذا؟ يا اخي انصفني انصفني باوع بعين الابوه، انصفني يا اخي، امشي عليك من هو؟ الله واهل البيت كلهم، امشي عليك هذا مصاب الامام الحسين، انصفني يا وزير، يا وزير الصحه، يا رئاسه الوزراء، يا وزير الصحه، يا وزير الماليه، انتم الثلاثه المحور الثلاثه انصفونه انصفونه، احنا هم اخوتكم، احنا صاحبين عوائل، مثل ما انتم عندكم عوائل وتريدون تعيشون عوائل وتريدون تكونون بيوت وتكونون اسر، هم احنا يا اخي، فالله يرحم والديكم، انصفونا رحمة الوالديكم، انصفونا ناس احنا تعبانين، ناس تعبانين عوائل، واحنا مظاهراتنا سلمية، لا بينا ترى الناس المتدخلة ولا فيش، ناس سلميين جايين، ناس مثقفين، ناس صحرة واحدة ودائرة واحدة، واحد يعرف الثاني، واحد يعرف الثاني، احنا صاحبين ناس صاحبة شهادات وناس مثقفة وناس كلها. حبيبي حبيبي بارك فيك، انا لا راجع لك، الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك. بدي يعني نشكر قناتكم لتغطية هذا الحدث، ربي يحفظكم ان شاء الله. طبعا هم راح تتحملون، يعني احنا نخاف لا يصير يعني اشكال وين الاخوه، يعني شغل ما يصير، ما توصل العلم، يعني ما عندنا وياهم بس هذا العلم العراقي، يعني ما عندنا شيء، لا مسلحين احنا ولا شايلين اي شيء. تم الاعتداء قبل قليل علينا وعلى احد كوادرنا، وانضربت يعني انضربوا كوادرنا، وهم كلهم ناس خريجين، ناس كبار بالعمر، ناس محترمين، وما اساءوا ولا ابدوا اي نوع من الاساءه لاي جهه. اما يصير الاعتداء بهذا الشكل فهذا مرفوض، يعني احنا اولا المظاهرات كفلها الدستور، وبالتالي هذا حق مكفول، ومن حقنا انه احنا نطالب بحقوقنا. هسه طالبنا بكتب رسميه، وطالبنا يعني انا اذا احكي لك بالتفاصيل، من صارت بالتفاصيل حتى الموازنه، من اثناء اعداد الموازنه مجلس النواب، اللجنه الماليه وعلى رئيسها الدكتور هيثم الجبوري الله يستر عليهم ان شاء الله كلهم ما قصروا، او لجنه الصحه النيابيه، انصفونا باضافه 50% مخصصات خطوره بدل العدوى، اللي احنا كنا 30 انضافينا حالنا حال الكوادر الصحيه والتمريضيه، 86% صرنا 80. هذه المبالغ يجب ان تقار بالموازنه، نقرر المبلغ اللي ما يقارب 250 مليار، احنا لان اعدادنا قليله فما يقارب 250 مليار لسنه 2021 اللي هي موازنه 21، انضاف هذا المبلغ الى موازنه وزاره الصحه، هذا المبلغ انضاف، هذا المبلغ على اعتبار احنا لازم يحتاج لنا قرار من مجلس الوزراء حتى هذا المبلغ يصرف، لان يعني هذا المبلغ يجب ان يصرف بقرار من مجلس الوزراء، ضمنت الموازنه هذا المبلغ، فطلبت وزاره الماليه انه هذا المبلغ حقا هو للاداريين، فكان اجابه اللجنه الماليه انه هذا المبلغ اللي هو مقداره زياده الموازنه، زياده على موازنه وزاره الصحه، زياده المبلغ اللي هو 250 مليار كان لغرض مخصصات الخطوره البالغه 50% اللي هي راح تضاف الى الاداريين والكوادر السانده. تضمنت بالموازنه، نعم تضمنت، وتضمنت العفو، اذا تضمنت يعني موافقين عليه الجماعه، بعد ما بيها مجال. حسن. بدت وزاره الصحه تماطل في حينها بزمن الدكتور حسن تميمي، بدت تماطل انه هذا شلون المبالغ وشلون راح نصرفها وعلى يا باب، بدت التسويف الى ان اكدوا لهم، خاطبوا الماليه، اكدت لهم
الصحة النيابية وأكدت لهم المالية النيابية أنه هذه المبالغ خاصة للكوادر الإدارية ولغرض خطورة 50% اللي مكتوب رسمي. نعم نعم، هذه أخي العزيز أستاذنا العزيز، هذه موازنة، هذه مبالغ يعني أنا عارف الناس حتى تصرف. نعم هذه مبالغ ما تصرف، ما ينصرف دينار إذا مو ضمن ضمن الأصول يعني أو ضمن السياقات المالية. نعم، وهذا تفاجئنا أنه رفع كتاب عن طريق الوزير الحالي، رفع كتاب للأمانة العامة لغرض الموافقة، استحصال الموافقات لغرض الصرف. هذا الكلام كله بعد ما قررت المالية أنه هذه المبالغ موجودة، احنا ما راح نضيف مبالغ إضافية على الموازنة على اعتبار هذه المبالغ مرصودة سلفا يعني ومقرورة ضمن الموازنة بدون ما نضيف أو نثقل الموازنة بدينار واحد. اللي صار رفعت للأمانة بس باقي على التصويت، صار لنا بحدود الشهر إلى أكثر من شهر امتانين التصويت هالأسبوع وأسبوع الآخر، حتى كرهنا يوم الثلاثاء. أحكي لك إياها بصراحة، يعني كرهنا يوم الثلاثاء لأن يعني كل ما يجي الثلاثاء يصير عندنا أكثر من شهر، شهر ونص، كل ما يجي يوم ثلاثاء ما تطلع على الثمانية، وبالتالي يصير عندنا إحباط إحنا وعوائلنا. عوائلنا تترقب، مو بس إحنا، لأن هذه خبزة عوائلنا مو بس خبزتنا. بالنسبة لنا كوادر إدارية يعني هذه الأمانة العامة ترجعها للمالية، وبالمالية يقول لها موجودة المبالغ وظلت هذه. تدري كتابنا وكتابكم ودوائر رسمية هي مو جواب شفهي حتى. زين أنا ليش أخاطب المالية على اعتبار وزير المالية موجود بالاجتماعات مع رئاسة الوزراء؟ أقول له سلام عليكم عمي، عندك هاي المبالغ؟ حتما هو عنده الإجابة، هي شغلة مو بسيطة. نعم، ضمن الاجتماع موجود وزير الصحة، موجود وزير المالية ورئيس الوزراء. سؤال صغير، يابا موجودة عندكم هاي المبالغ متضمنة؟ يقدر يقول له إيه، صوتوا عليه. بس إحنا التصويت لغرض الصرف، مو تصويت لغرض إضافة مبالغ. المبلغ موجود. إحنا اللي نخاف منه عمر الحكومة راح ينتهي مع قرب الانتخابات. هذه المبالغ من راح يتحملها؟ وين راح تتبوب؟ مو هذه المبالغ، بيها مشكلة. إحنا بدينا نشك، هذا التسويف بيه شك، وهاي المبالغ مو بسيطة، ممكن أن تبوب إلى غير أبواب، وبالتالي إحنا بدأ الشك يراودنا، لأنه هاي المماطلة ما إلها أي مسوغ قانوني ولا إلها أي مسوغ إداري. هذه فلوس مرصودة، ليش ما تعطينيها عمي؟ أنت بمجرد ترفع إيدك يوم ثلاثة يا بقى. بالمناسبة أكثر الوزارات صار عندنا اتصال عن طريق النقيب الإداريين، صار عندنا اتصالات ويا الوزراء ومكاتبهم، والناس قررت بحقوقنا إنه وتعاطفوا ويانا. بمجرد ما ترفع للتصويت تحصل الموافقة، لأن حاصلين موافقة شوية. شاكر فضلك هو يحفظك ويحفظك. تحكي بموضوع الكامل، تحياتي وسلامي لك يا حبيبي. أنت يعني هسه اذا بدينا بكتب رسميه، طبيعي الاخوه اللي سمعوا اليوم وتظاهروا اليوم عندهم كتب رسميه واسطتهم ويعرفون بها القضيه، يعرفون بها. هذه اولا. ثانيا، اذا ممكن رئيس الوزراء مثلا توصل له هذه الكتب وتوصل له هذه المناشدات وتوصل للمكتبه وبالاسماء، طيب ليش ماكو حل؟ يعني ليش القضية تسوف بهالطرق؟ يعني هسه احنا مو من ضمن الكوادر اللي موجودة، لكن القضية اصبحت هي قضية واحد ارتبط بالثاني، وهذه موضوع ايضا الناس تعرفه واحنا ما نعرفه. بالتالي لازم اكو حل للقضية، انه تبوب الى غير اتجاهات والمبلغ المرصود كذا مليار. فبالتالي هذا مثل ما قال قبل شوية الاخ، يقول هاي ممكن احنا ظلنا نشك، ممكن نظلينا نشك بالقضية لأنه خاف تبوب الغير موضوع وتنوخذ الفلوس. الله يساعدك. هلا ومرحبا. اخبارك؟ هلا بك. الله زين. الله يخليك. جواكم الله. جوا حيلك والله. احنا معنوياتنا كلش تعبانة من ورا هيك حكومة وورا هيك وزارة، واحد يذبنا على الله. أنا بس خل أشرح لك احنا كعمل الإداريين شنو. صح الجماعة ما قصروا، بس اكو شغلات فاتتهم. عندك مثلا احنا دوامنا شقد الاداري شقد دوامنا 100% من بدايه كورونا، بالعيد، بالمناسبات، بكل شيء احنا دوامنا 100%. زين بالنسبه للمهن الصحيه هم اخواننا، انا مو قصه حسد، بس انا اريد اشوف المقارنه اللي يقول لك انت ما تستحق وهو اللي يستحق. شقد شفتات بين يوم ويوم؟ اكو 3 شفتات وحاليا 5 شفتات. 5 شفتات يعني ايش قد يداوم بالاسبوع؟ يوم واحد بالاسبوع مو لا.
ايش قد ياخذ خطوره على هذا اليوم؟ 80%، وانا يوميه اداوم، يوميه لا عطل مشموله بيها، كله باستثناء وزاره الصحه. بالعيد نداوم، بالعطل نداوم، بالمناسبات نداوم، كل شيء احنا 100% باستثناء وزاره الصحه. يابا تعالوا، يابا احنا شنا علاقه غير احنا دارين؟ لا، الموظف الخدمه هاي يصير من ينظف المستشفى؟ المريض من يودي غير سايق الاسعاف؟ زين اذا احنا الطبلات من يجهزنا الطبلات؟ اذا احنا هيك مهمين بحيث ما تقدرون يوم واحد تستغنون عنه، ليش ما تعطونا خطورتنا؟ زين واللي قاعد عادي بقول انا مستمرين احنا، لا عطله ولا هاي. المسعف والسايق الاسعاف اثنينهم يروحون بسياره واحده، اثنينهم يقعدون بالصدر، زين اثنينهم يتعرضون لنفس الحادث. ليش هذا راتبه 300 وهذا راتبه فوق المليون؟ ليش هذا خطورته 30 هذا خطورته 80؟ ليش؟ هم بنفس السياره. حتى بالحشد يا ما استشهدوا من عندنا اداريين اصلا عقود وزاريه اجور يوميه كانوا واستشهدوا، والله العظيم حتى حقوق ما لهم، لا لهم ولا لعوائلهم، كل شيء ما لهم. زين هاي وحده. اثنين، المهن الصحيه والاطباء المن يخدمون هدفهم الرئيسي هاي، ها اذا كان اكو هدف حقيقي بان يخدم المريض، بس هم لا. تدري شو يشتغل اعلامي، معاون طبي، مساعد مختبر، اي شيء، طبيب، اي شيء. دكتوره تشتغل بالاحصاء، شنو دكتوره تشتغل بالاحصاء؟ يعني شو تسوي؟ صيدلانيه، مجلس كان عندنا مجلس محافظه قبل لا يلغي، صيدلانيه تقعد بمجلس محافظه شو تسوي؟ قابله بمجلس قائمه ما اريد اقول هيك. واصله المرحله كلش يعني تعبانه، مو هم الحكي. زين قابله تقعد بمجلس محافظه شو تسوي القابله؟ زين انت هو هذا الهدف من عنده؟ والله هذا الهدف من عنده شنو؟ خدمه المريض. هو ما يخدم مريض، يقعد دفاع مدني، حارس ممرض يشتغل، معاون طبي يشتغل حارس، يشتغل دفاع مدني، يشتغل على البصمه، يشتغل بالكاميرات، استعلامه، كل شيء سواه. معتمد، ها معتمد، يعني ها تدري هو شو يسوي المعتمد؟ يا عندنا رئيس ممرضين اقدم، يعني راتبه تقريبا طق بالمليونين، يجي الصبح السلام عليكم هاكم هذا البريد، ويروح للمستشفى يجيب البريد، ويعني ياخذ من عندنا يودي للمستشفى، ياخذ من المستشفى، هذا شغله خله وراه، ياخذ عليه فوق المليون. والاداري يشتغل من 8 على ما تقول هاي الساعه 2، زين واقل مسؤوليه. ليش دول الحسابات لو صفر؟ هو ترى النزاهه فوق راسه، الرقابه الماليه فوق راسه، والله مشكله. وراتب لسه ماكو، راتب لسه ماكو، اخر وزاره تستلم اخر رمضان. بعيد رمضان يمكن يذكرون الاخوه، بس الخميس والجمعه ترى مدراء عامين ايش قالوا؟ وقالوا الكل يداوم، صعدوا على الاداريين ذكروها، ها ومع احتراماتي لك من ساعه شو تقول؟ تقول يا بالطبيب هذا بشهادته. احنا طبعا احنا واعيين، احنا وزاره العدل بزمن المالكي شطه 500,000 للقاضي مع احتراماتي للقضاة، ثاني يوم اعترضوا وزاره العدل من الفراش الاكبر موظف مو قضاة، انشملت الكل، كل واحد 500. الخطوره ما لها دخل بالشهاده، ما لها دخل. الابتدائيه 12% هاي ماشيه الشهاده، الدراسه الطبيب على عيني وعلى راسي، واخواننا الكادر التمريضي وما عندنا اشكال وياهم، بس احنا اسوه باخواننا. هسه وزاره الكهرباء 75% خطوره، كلهم سوى، من مدير عام الاصغر واحد، من مفتش ما ادري، بس دقيقه واحده بس خمس. بالنفط نفس الشيء، وين تروح لاي وزاره؟ البلديات نفس الشيء، لان احنا دا نلتقي بيهم همين زملنا انا خارج الدوام. 150% وياه كان بخدمتك يدري بين الولد، قالوا له هسه مثل احنا هسه انا واحد من الناس اللي واقف يمك، موظف غسيل يدرون بي الاقوان، موظف غسيل شنو البطانيات الدم والشراكف اللي بيها دم، اشكال وانواع. انا العام انصابيت 1,000,000 دينار ذبيت، العام محرم وما طلعت 15 يوم، والمواكب تدق والحين بس تبي البيت، ما طلعت والله، مليون كامل ذبيت اني، شنو ذنبي اني؟ ها؟ شنو ذنبي؟ هواي ناس يعني هواي ناس ضحيت وجاهدت. بالعزل يشتغل 3 أشهر هو ما شايف جهاله ولا مرته، 3 أشهر حاجز روحه، زين وذولا يعني ما عندك انت سلامه مهنيه، ما عندك. الطبيب يلبس حتى
الطبيب يلبس اشكال والوان حتى هذا الواقف عنده معرفه هم لا يجهزوهم احنا ما يجهزونه يقول له انت اداري انت ما تستحق بالمناسبه عندنا اثنين معينين بس مرخصتي مرخصتي شوي عندنا اثنين معينين بالعمليات الله شاهد ورسوله وحق الله فوق هذا راسي ما يعطيني الصحه والعافيه لا كذب يكرفون كباد الدم والله لا ما هم ما يشتغل لا طبيب ولا وزير ولا اي واحد يشتغل وحق الحسين وذول الاخوان كلهم شهود يمكن كل المعينين ينظمون بصوره صحيحه والله العظيم باسمي 170 اي 170 ترى شنو 170 يتاخر يوم 5 يوم 6 يلا يطوهم اياه وبالذله وبالتفرفع في خدمه احنا اي الله تعال تقدم الله يكون بعونك والله قسما قسما بالله قسمني قسما بالله قسمني خمس موظفين خمس موظفين انصابوا بالفيروس خمستنا انصابوا واحد ورا الثاني تباعا ها تماس مباشر والله تماس مباشر وي المرضى وي المريض تجي للكوادر الصحيه يعطوهم 80% تجي للاداري هذا الاداري المسكين اللي عايش بس على الراتب فقط على الراتب ها جاي ينطوه 30% واعلى واحد يعني 300 400 500 هو هذا الحق تجي بقيه الوزارات وزاره التربيه ساوت كل موظفينها وزاره النفط ساوت كل موظفينها الحارس انا خدمتي 20 سنه 20 سنه هسه يلا حسيت انه لازم تطلع مظاهره والسول لا استاذ لا احنا استاذ كل ما ينطونهم جاي نطلع مظاهرات بس ماكو اذن صاغيه جاي تسمعنا يعني اجي هذا رابع وزير واحد اللي هو يمكن الكردي فقط هو قال يا با انصف خلينا نعطيهم 30% هاي ال 30% صار لنا بحوالي تقريبا 30% هم ماكو لا ماكو فقط هو هذا هاي قديمات وين ايام بال 2013 قوه هم بالتواصيل وبالواسطات وبالماذا شنو هي قال خلينا نعطيهم 30% المهم انطوا ها اكو الكوادر طبعا هم اخواننا كلهم اخواننا قسم من الكوادر الصحيه ياخذون 180% هو دبلوم وانا دبلوم هو 180% ياخذ ها خطوره 180% اللي هم الكوادر معاون مخدر المعاونين المخدرين 180% ياخذون بالعافيه عليهم ما مانعينهم ولا قايلهم ولا محترضين على هذا الشيء بس صدق المعاون المخدر يدخل العمليه والله المعين يدخل وياه حاله هو اللي يشيل الشراكف هو اللي ينظف المريض ها والله وراتبه ما يتجاوز اعلى موظف خدميه ألف. اعلى موظف خدمه اذا كلش خدمته بال20 هو 400 ألف وزميله اللي وياه والله انا اشتغل بالرواتب زميله اللي وياه الله يوفقهم اقل موظف معاون مخدر ياخذ 2.25 مليونين وربع ها يعني هسه دكتور هذا مبحث اخر الدكتور فتشي يعني ها يعني 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 هو انصاف دولتنا هو انصاف وزارتنا الوزير اللي يجي يشتغل للدكاتره اي وزير يجي ماكو يقبل يشتغل للدكاتره جماعته المعين راتب 400,000 مين بوه عليه المعين ماكو راتب 400,000 مين بوه عليه اهم شيء يطلم للدكاتره جد تريد مليون يطي بس احنا الاداري لم رواتب رحمه والديكم هسه انا ضاعت علي هسه انا ضاعت علي والله هو مو سلم رواتب لو انا غلطان ماكو انا صار بس انا صار 18 سنه سايق اسعاف استلم 480 سايق اسعاف اني صار 18 سنه والله وراتبي 480 راتب اني سايق اسعاف دوامك يومي دوامي من 8 للصبح ثاني يوم والدكتور شو يسوي قاعد بالبيت يقول للدكتور يقول ما كل يجي جديد يقول له عمو شو اسوي يقول له حيله وانا حطه بالاسعاف بتربيه للناصريه وللعماره وللبصره بتربيه انا بالاسعاف وبالخطوره وميطوا لا ساعه اضافيه ولا خطوره يعطوني والله وراتبنا 480 وصار 18 سنه والله صار لي 18 سنه يسمون نظام الاستدعاء يعني الطبيب قاعد بالبيت مثلا يخابروا يا بعدنا هيك حاله حرجه وهاي لا ماكو ما حد يحاسب ماكو دوله ما حد يحاسب لا اطباء ولا مهن كل شيء يعني مميزين ما عدا الاداريين هم ضالين مكفخه مجموعه عصابه والله مجموعه حصابه من وزيرها والمعاونه حتى هذول شوف هذول الاداريين هذول مو دارين ويانا حراميه هذول شوف هذول يستلمون فلوس ملايين يعطوهم وسبب تكتيهم واحنا اللي احنا هاي الوزاره شوفها كم طابق من اللي يديرها الطبيب والممرض والصيدلاني والمختبر غير المفروض ها جهود الكل موظفين
هم ينظر للاداري انت بان مستواك اقل من عنده، ما انت ما يطيق يشتغل اداري بس ياخذ مخصصات طبيه مخصصات صحيه. استاذ تمييز الاخوه من الساعه سمعتهم هواي تمييز، ما تقول التمييز شنو؟ اي بالنسبه لهاي الوزاره التمييز مميزين المهن الصحيه عن المهن الاداريه والفنيه. اي بالنسبه للمهن الصحيه، المهن الصحيه هي اللي تمشي سير هاي الوزاره، لان هاي الوزاره وزاره اطباء مو وزاره اداريين وفنيين. زين هاي وحده، هاي وحده. بالنسبه للفنيين والاداريين هم معرضين بكل الاحوال، كان بالمستشفى وكان خارج تماس مباشر. زين السائق المعين المسعف المنظف الكل استاذي الكل هو معرض لجائحه هاي الكورونا. زين فهنا هاي الوزاره وزاره تمييز، اذا قال الطبيب قال العراق. الطبيب اذا قال شيء يتنفذ. أنا معلومة أكبر واحد اللي ماتوا، والله أكبر واحد اللي ماتوا هم الإداريين، والله أول شهيد إداري مات، أعطيني دكتور مات، أعطيني مضمد مات، والله بس الإداريين ماتوا. أكو بس ما أعرف بعد أنت يمكن الصحة الدكتور استشاري يداوم له يوم واحد بالأسبوع. مرة خصتك أنا إداري بالمستشفى مال الديوانية، مسؤول مال الواردة، وعلي هيك علي الزحام، وقعدت بكورونا من الزحام. عرفت كورونا وقعد 35 يوم ماني، بس الله نجاني وطبت. اكو طبيب ما تقول لي شاش تسوي، حالي حال جماعتي اكو ناصريه اكو بصره، والله 35 يوم ها وقعت بكورونا وتاذيت. منو المات من الطبيب؟ من هو ها بس يتامرون علينا. انت بس يعني حطيك الملخص الزبده باختصار، الزبده اعطيك اياها، الطبيب والمهن الصحيه والتخديريه والمختبر كلهم شي يخدمون؟ يخدمون المريض المواطن. الاداري يخدم الكادر التمريضي والطبي ويخدم المريض. شلون؟ انا اقول لك شلون. هسه الوزير هذا نفسه من يشتغل له افاداته؟ من يشتغل الامر الاداري مالته؟ من يشتغل الاجازه مالته؟ من يشتغل الاداري؟ صح لو لا؟ المريض من يجي من يسوي له الطبله؟ من ينطي الباص؟ من الاداري. زين من ينظف جواه؟ الاداري. من اللي يسوي له شهاده الوفاه؟ الاداري. يعني احنا السائق الاسعاف ياخذ الطبيب ويوديه من مكان لمكان، يعني يجي يروح له للبيت ياخذه ويوديه للمستشفى ويرد يرجعه، والمريض هم نفس الشيء ياخذه من بيته ويوديه للمستشفى. اذا هو يخدم الفئتين، الاداري يخدم فئتين، المريض او المواطن والكادر الطبي. والكادر الطبي يخدم المفروض يخدم بس المريض، بس هو لا، لا يشتغل اداري وياخذ خطوره. مع العلم عندنا ممرضين، عندنا مساعد مختبر يشتغل بالدفاع المدني، كل شيء ما يعرف بالدفاع المدني، كل شيء ما يعرف. فشلون حاطينهم؟ يقول لك ما حاطينهم واسطات. والسبب الاخر يقول لك انا ما عندي كادر اداري، عندي نقص. انت تدري وزاره الصحه الناس قاعده على الرصيف بكبرها ما يعينوها ما يعينوها. 64 الف بالعراق كليته اداريين، احنا بس صحه ذي قرن 24 مهن صحيه. هاي بس المهن الصحيه، يعني ما حكيتك لا على الاطباء لا على هاي. والاداريين 5000 من ضمنهم 2000 عقود، يعني 3000 و2000 عقود. هاي احنا الكادر الاداري مقابل 24 الف بس مهن. انا شاكر فضلك وربي يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه. طلبنا نحكي بس ماكو، يعني كتبنا كامله، احنا فلوسنا يا ناس يا عالم 250 مليار ضمن موازنة وزارة الصحة، فلوسنا مرصودة، كتبنا مرصودة، كل شيء موجود، ما عدا بس نريد موافقة صرف. بس يقول رئيس الوزراء مجرد يقول وافق، هاي موافقة صرفوا لهم كل شيء كامل. حياتي وسلامة حياتي، والله يكون بعونكم. ونتمنى يعني بصراحة أنا اللي قبل شوية شفته ولاحظته من الاحتداء اللي صار، أنا بهاي الدقيقة الأخيرة خلى أحكي بالاحتداء، لأن القضية صارت واضحة للأخوة ووضحوها بكل تفاصيلها. قضية الاحتداءات اللي جاي تصير، يعني احنا بصراحة اولا الناس جايين قاطعين هاي المسافة مو عنده حرب ولا عنده قضية شخصية مع منتسب او ضابط او غيري من الامور. الناس جاية تطالب بحقها وشايل قطعة لافتة، يعني مسالم
وهو بالاخير هو ابن الدوله، هو ابن هو ايضا المؤسسه تخدم المواطن، يعني من ضمن الدوله. جيد، اذا انت بهذا الاسلوب وتعامل تتعامل الاخوه المتظاهرين وطريقه الاعتداء اللي هي مرفوضه جمله وتفصيلا من القوات الامنيه ومن المواطنين وحتى المتظاهرين اللي موجودين والموجودان وياهم اليوم نصهم. فالقضيه نتمنى انه ما تتكرر، ونتمنى يكون بها اجراء، لانه الاعتداءات هي عمرها ما جابت منفعه للطرفين، لا للمعتدي ولا المعتدى عليه. بالتالي انه القانون هو اللي ياخذ مجرى، نتمنى ونتمنى انه ما تتكرر. تحيه حب وتقدير لكل الاخوه اللي رافقونا بهذه الحلقه واللي تحدثوا، نتمنى هذه الرسائل توصل للسيد رئيس الوزراء ووزير الصحه والاخوه اللي لهم شان مباشر بهذه القضيه. تقبلوا تحياتي، انا احمد الركابي وزميلي رافقني اليوم المصور علي فلاح، اشوفكم باكر بخير، سلام، الى اللقاء.